هذه الفكره راودتني هذه مده، ولكن تبرمجت هذه تقريبا حوالي 3 أشهر. ناقشت هذا الموضوع رفقه بعض الاصدقاء، عرضت الفكره على السيد الرئيس، من هنا كنقول ليه من هنا شكر موصول للسيد عثمان الطرمونيه رئيس جماعه ولاد فرج، لانه حبذ الفكره من اول مره فاش تعرضت عليه. ومن بعد انتقلنا على اننا نبرمجوا الدوري، رغم على انه كان ضيق في الوقت، ولكن الحمد لله تمكننا بفضل الله وبمجهودات ديال اللجان المنظمه والتقنيه على اننا نبداو الدوري في الوقت المناسب ديالو. الدوري يعني جاني مزيان، يعني فرحه للجمهور وفرحه لتل الشباب يتحفزوا باش يزيدوا لقدام، يعني الشباب تبان المهارات ديالهم في المستوى، يعني كاينين عندنا دراري هنا كويريه ولكن كاين دراري اللي ما ساعدهمش الحظ باش يزيدوا لقدام، ولكن هذه فرصه للشباب اللي غتعطيك انه واحد الفرصه تزيد لقدام، فهمتي؟ هو كيقول لك هذه مناسبه وهي غير فرصه كتعطيك انك تحفز، واخا كتخدم وكتدمر ولكن فشلتي عاود بني ثاني، عاود بني ثاني غادي توصل. فبحكم انني ابنه ومسقط الراس ديالي ولاد فرج، فجئت اليوم باش نشارك وباش نشجع ولاد بلادي طبعا اللي دايرين واحد الدوري رمضاني اللي ما شفناه منذ سنوات عجاف. وانا جيت سعيد بانني كنشوف الشباب وكنشوف الدراري لاعبين في هذا التيران اللي لعبنا فيه واحد النهار وخلينا فيه البصمه من جميع ربوع المملكه. فهنا دوري رمضان، هنا كره القدم ما بين الاخذ والرد.